دكتور ابراهيم، احنا دلوقتي عندنا جهود ضخمه في مساله العلاج. اسمح لي، احنا محتاجين في عجاله نقول ايه الاشياء اللي احنا ممكن نقدمها لشخص متعافي عشان نكون عون وسند ليه في مساله التعافي. الحقيقه دكتور عمرو، صندوق مكافحه الادمان احنا النهارده بنمتلك 28 مركز علاجي موزعين على مستوى 17 محافظه، منهم عدد كبير جدا من المراكز افتتحها لينا فخامة رئيس الجمهورية، وإحنا كمان حاليا يعني منتظرين افتتاحات رئاسية قادمة لبعض المراكز الأخرى الكبيرة. كل الخدمات بيقدمها صندوق مكافحة الإدمان للمريض بالمجان وفي تام. أول خدمة خدمة الاتصال، إن هو بيتصل بينا على الخط الساخن، بياخد المشورة وبيكون طالبا للعلاج، بعد كده بيتوجه للعيادات الخارجية أيضا بتقدم له الخدمة والكشف بالكامل والتحاليل مجانا. بعد كده بنستقبل المريض في إحدى المراكز العلاجية وتبتدي رحلة العلاج عندنا بشكل متوازن، بنعمل له سحب للسموم، بعد كده تأهيل نفسي واجتماعي بشكل كبير جدا، وبعد كده المرحلة الأخيرة مرحلة الدمج المجتمعي. كمان إحنا كصندوق مكافحة الإدمان بنستطيع إن إحنا نقدم، أو إن المريض لما بيكون عندنا بيشتغل معانا وبنعلمه صنعة، يعني أثناء تعافيه من المرض تعالى انت النهارده نكبر المشروع بتاعك، نعلمك صنعه جديده تقدر تخرج بيها للمجتمع، وبالتالي بتقل او بتحد من عمليه الانتكاسه عنده. ابتدينا ان احنا نكمل الطريق كمان في ان احنا نفتح باب مع بنك مصر الاجتماعي ونقدم قروض ميسره ونحط تحت الموضوع لان طبعا عمليه ميسرة. الادمان دي عمليه مدمره، ممكن تكون دمرت كل ممتلكاته وكل حاجه وحياته كلها، فبيبقى محتاج لدعم. بدايه جديده. بنشكر حضراتكم على الجهود دي. دكتور ابراهيم عسكر، انا في الحقيقه ممتن لوجود حضرتك معانا، ولازم هنتكلم مره تانية ومره ثالثه عن هذا الملف. الملف دوت انا ابتدينا النهارده بس نتكلم عنه لانه ملف محتاج ان احنا نعالجه من اكتر من زاويه ومن اكتر من جانب. فانا بشكر حضرتك دكتور ابراهيم، مدير عام البرامج الوقائيه في صندوق مكافحه الادمان. شكرا لك يا دكتور ابراهيم.